مساء الخير عليكم واهلا بيكم في جوله اقتصاديه جديده وربع ساعه اقتصاد على شاشه التلفزيون المصري. ربع ساعه هنبداها بحدث عظيم، حدث بيفخر كل مصري بوجوده على ارضه، وهو افتتاح اكبر واحدث مجمع اصدارات مؤمنه وذكيه في الشرق الاوسط وكمان افريقيا. حدث هيأثر بطبيعه الحال على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، بالاضافه لوضع حلول جذريه للعديد من المشاكل، واللي من اهمها وقف تزوير المستندات الرسميه، الامر اللي هينعكس بطبيعه الحال على انهاء كل انواع التعدي على ممتلكات الدوله. مجمع الوثائق المؤمنة اللي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده بيعتبر من أحدث المشروعات التكنولوجية اللي بتنفذها الدولة. المجمع كمان بيعتبر واحد من أذرع الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن، وبيتم تأمينه بأحدث وأعلى أنظمة الحماية. وكمان المجمع الجديد بيعد أول مجمع متكامل في الشرق الأوسط، وده لأنه بيساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين من أجل الحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام وشكل سريع. وكمان بيضم أكبر مصنع في العالم للورق المؤمن ومصانع نظم لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت، وده من خلال مراحلها المختلفة، بداية من تصنيع المواد الخام وتصنيع البطاقات الذكية وكروت الخدمات الموحدة، وده بالإضافة لتصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطبعة المؤمنة ومعالجة البيانات والملحقات اللوجستية. ولمزيد من المتابعة بينضم معنا الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي. أهلا بك يا دكتور على شاشة القناة الأولى المصرية. عاوزين نعرف بداية من حضرتك توضيح للاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مثل هذا المجمع، وهو مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، وإزاي بينعكس بطبيعة الحال على تحقيق نوع من أنواع التكامل ما بين مؤسسات الدولة. أهلا وسهلا بحضرتك القناة الأولى. في بداية الأمر احنا عايزين نأكد ان الدولة بوجه عام بتتوجه نحو التحول الرقمي. هو ليه التحول الرقمي في هذا الوقت؟ او لماذا التحول الرقمي بمعنى صحيح يعني في هذا الوقت؟ احنا طبعا كلنا شفنا اثناء أزمة فيروس كورونا ان كان في توقف في كافة الأنشطة والخدمات. مظبوط. ففي حد ذاته وجود مثل هذا المجمع للإصدارات المؤمنة والذكية هو بيدعم من تطبيق التحول الرقمي لتوفير الخدمات وتحقيق التكامل بين القطاعات الخدمية والاقتصادية في الدولة، وذلك في ضوء ما حدث في أزمة فيروس كورونا، والتي شهدت كما قلنا في البداية توقف لكافة الأنشطة والخدمات بشكل جزئي أو كلي. هذا التوجه نحو هذا المجمع سوف يدعم من مزيد من التحول الرقمي وتوفير الخدمات للمواطنين، إلى جانب أن هناك نقطة هامة جدا يجب توضيحها، وهي القضاء على نقطتين هامتين للمواطن المصري، وهما البيروقراطية. وده يعني هذه النقطة تكون واضحة من خلال الكثير من الأوراق والإجراءات التي كان يمر بها المواطن المصري لاستخراج مستند معين. طبعا في مثل هذا التوجه وإنشاء هذا المجمع سوف يقضي على هذا الجزء، إلى جانب كلنا نعلم أن هناك ما يسمى بالاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الموازي. مثل هذا المجمع سيدعم القضاء على هذا الاقتصاد الموازي والخفي، والذي بدأ في زيادة حجمه من السنوات الماضية، وبدأت خلال الفترة الماضية مع عمليات التحول الرقمي تقليل مثل هذه العمليات، إلى جانب أن هذا المجمع سوف يساهم في الحد من مخاطر السهو والخطأ في تنفيذ كافة المعاملات. كل هذه الأمور سوف تساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والموثوقية والمصداقية في المستندات. حابب أضيف نقطة أخيرة في حديثي لحضراتكم، أن عمليات التحول الرقمي كل زيادة فيها بنسبة 10% على أرض الواقع دي بتساهم في خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وده كان واضح جدا من خلال الفيديوهات اللي تم عرضها النهاردة، أن أغلب اللي كانوا بيقوموا على هذا العمل أغلبهم في شباب حديثي
للتخرج. نعم دكتور، خلينا أسألك يعني، وبحكم أن حضرتك خبير مصرفي، يمكن من ضمن المصانع اللي موجودة في هذا المجمع هو مجمع خاص بإصدار البنكنوت، إزاي ده هينعكس على منع التزوير؟ ويمكن في وقت ليس بالقليل أو ليس بالبعيد تم ضبط يعني من قبل وزارة الداخلية لخلية أمنية أو يعني عصابة أمنية بتقوم بتزوير العملة المصرية، إزاي ده هينهي على هذه الظاهرة والأمر اللي بيؤثر أكيد بشكل إيجابي على استقرار الأسواق في مصر؟ الأسعار. طبعا هو بشكل رئيسي طبعا ده هيقلل من عمليات التزوير والتلاعب في العملات، لان احنا طبعا زي ما حضرتك اوضحت ان هذه التعاملات تم ضبطها خلال الفتره الماضيه، وده طبعا ناتج عن جهود متكاتفه بين اجهزه الدوله. نعم. احنا محتاجين نوفر بقى كل اللي بيحصل دوت، والمجمع في حد ذاته ان هو يقوم باصدار اوراق البنكنوت وخلافه من العمليات الذكيه والمؤمنه هيقضي على عمليات الفساد كما اوضحنا. نعم. اي كل هذه التعاملات احنا ولسنا بحاجه لها الان، احنا عايزين العجله تدور زي ما بنقول كده، العجله تدور محتاجين بقى كل الحاجات اللي كان فيها مشاكل نقضي عليها. المجمع نفسه التحول الرقمي كما اوضحنا هو كان في ازمه كورونا هو طوق النجاه، احنا مش محتاجين بقى يبقى عندنا طوق نجاه، احنا عايزين نكمل ونمشي. هذا المجمع في حد ذاته انشاؤه في مثل هذا التوقيت ده كان نتيجه زي ما بنقول كده بنتكلم بلغه عاميه، احنا خلاص وقعنا في مشكله والعالم كله وقع فيها. نعم. محتاجين تحول رقمي، ما عندناش بديل غيره، وده اللي لازم يحصل. المجمع هيساهم في التسريع من هذه الوتيره حتى لا نقع في مثل هذه المشكلات مره اخرى. نعم، وبالتاكيد التحول الرقمي والحوكمه هيساهم في مجابهه الفساد بكل اشكاله. كنت معنا هاتفيا الدكتور احمد شوقي الخبير المصرفي، شكرا لك. ودلوقتي معادنا مع المحطة الأهم في ربع ساعة اقتصاد من شاشة التلفزيون المصري، وهي البورصة المصرية اللي هنتعرف مع بعض أداء المؤشرات الرئيسية خلال جلسة اليوم كان شكلها عامل إزاي من خلال زميلنا مينا بشرى. مينا مساء الخير، عاوزين نعرف جلسة النهاردة كانت المؤشرات الرئيسية فيها هل ارتفعت ووصلت ارتفاعها زي ما شفنا في بداية الأسبوع، ولا كان في استقرار في التعاملات اليوم؟ مساء الخير أحمد، يعني اليوم أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية، المؤشر الرئيسي متراجع ومعه الأوسع نطاقا في مقابل ارتفاع السبعين، ولكن بشكل عام سيطر الاتجاه العرضي على أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم، وده على عكس الجلسات الماضية لما تابعنا سلسلة من التراجعات الجماعية. الأداء المتباين اليوم كان نتيجة للضغوط البيعية اللي تمت من قبل المتعاملين المصريين ومعاهم الأفراد. تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام في البداية نتابع أداء المؤشرات من على الشاشة الرئيسية الموجودة داخل قاعة التداول. هنلاقي أن المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 سجل اليوم مستوى 10228 نقطة، وده بنسبة تراجع وصلت ل 35% بختام جلسة اليوم. المؤشر الثاني وده الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة مؤشر إي جي إكس 70 ارتفع وحيدا إلى المنطقة الخضراء بنسبة صعود بحوالي 23% علشان يسجل مستوى 1834 نقطة. اما بالنسبه للمؤشر الاوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 سجل نسبه تراجع طفيفه للغايه، سجلت حوالي 9% علشان يوصل لمستوى 2748 نقطه. اما بالنسبه لفئات واتجاهات المتعاملين اليوم، فنسبه استحواذ المتعاملين المصريين سجلت 71% في مقابل 14% للعرب و15% للاجانب. اما بالنسبه لاداء المؤسسات والافراد، فنسبه استحواذ المؤسسات سجلت 66% في مقابل 34% للافراد. اخيرا بالنسبه لاداء القطاعات وانشطها اليوم، ففي المرتبه الاولى جاء قطاع العقارات، يليه قطاع خدمات تعليمية، في المرتبة الثالثة قطاع منسوجات وسلع معمرة، في المرتبة الرابعة قطاع الخدمات مالية غير مالية، في المرتبة الخامسة قطاع البنوك. دي كانت أبرز التفاصيل والأرقام المتعلقة بجلسة التداول اليوم، ولكن نظرة تحليلية على أداء المؤشرات بينضم معنا على الهواء مباشرة الأستاذ محمد كمال خبير أسواق المال. أستاذ محمد في البداية برحب بحضرتك معنا، بداية تعقيبك على أداء جلسة التداول اليوم، تابعنا أداء المؤشرات وإن كان في هدوء نسبي في سلسلة على عكس سلسلة التراجعات اللي تابعناها الفترة الماضية، تعقيبك على أداء الجلسة واتجاهات المؤشرات. يمكن الحقيقة جلسة النهاردة يمكن أول جلسة بعد نزول كثير جدا، ويمكن بعد جلسات دامية شفناها على مدار الأسابيع الماضية، يمكن جلسة النهاردة زي ما حضرتك مشكورا وذكرت يمكن على تباين ما بين المؤشرات بتاعتها في حالة من حالات الثبات، يمكن ثباتنا وعدم نزولنا
او استمرارنا في النزول ده اشاره ايجابيه للسوق بشكل كبير جدا. اعتقد ان احنا ثبتنا فوق نقطه 10200 نقطه، دي نقطه ايجابيه ايضا تحسب للسوق. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه نحاول ان احنا نعوض الخسائر اللي حصلت ونستكمل مرحله الصعود. طيب يعني اليوم كان في حدث هام للغايه في البورصه، هو استقبال سهم جديد واول طرح يتم في عام 2021، يكون السهم تقريبا رقم 213. البورصه ازاي استقبلت بدء التداول اليوم على سهم جديد في قطاع الخدمات التعليميه، وايضا الى اي مدى الطروحات الجديده بيكون لها تاثير على ايجابي على السوق؟ بالتاكيد طبعا يمكن الطروحات بتبقى شيء ايجابي وبتجذب عملاء جدد لقاعده بيانات البورصه، وايضا بتجذب الانتباه والانظار الى سوق المال. يمكن احنا شفنا سهم تعليم النهارده كان بدايه التداول عليه، يمكن مع بدايه الطرح والتغطيه اكثر من 29 مره اعتقد ان كان ايجابيه الطرح باينه جدا من نسبه التغطيه. اعتقد ان دي بتدينا اشاره البدء، او يعني ممكن نقول ان دي تقدر تشجعنا على استكمال برنامج الطروحات الحكوميه اللي بينتظره السوق بشكل كبير لتعميق السوق، وايضا لزياده احجام التداول وزياده قاعده بيانات العمله. اعتقد انه هيكون مفيد جدا للسوق وايضا مفيد للبرنامج الاقتصادي للدوله بشكل كبير جدا، لان البورصه دائما وابدا فهي منصه لزيادات رؤوس الاموال، وايضا تكون داعمه للبرنامج الاقتصادي المصري. نعم. نعم. طيب بالنسبه لاداء البورصه خلال الفتره الماضيه، كان عدد كبير من المتابعين والمحللين شايفين ان آلية الشراء بالهامش كان لها تاثير سلبي على اداء البورصه، وكان في اجتماع للهيئه مع عدد من شركات السمسره، وبالامس كان في بيان صادر عن نائب رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه بمد مهله توفير الاوضاع حتى بدايه عام 2022. الى اي مدى هذا الخبر واعطاء مهله زمنيه لتوفير الاوضاع للتعامل مع هذه الاليه دور في تهدئه الاوضاع داخل السوق والعوده الى الامور او عوده الامور الى طبيعتها مره اخرى؟ بالتاكيد طبعا يمكن بيان اللي صدر من هيئه الرقابه الماليه بالامس كان له طابع ايجابي، وده اللي احنا شفنا عزز من ثبات السوق في جلسه النهارده واخر جلسه الامس. شفنا بيان الهيئه بتوفير الاوضاع واعطاء المهله حتى بدايه العام حتى لا تؤثر على سيوله السوق، ويكون اعاده الهيكله واعاده الضوابط مره اخرى بالانظمه الجديده تكون ضغط على الاسهم وضغط اداه ضغط جديده على السوق. اعتقد ان ده كان ايجابي جدا وده شفناه، واعتقد ان الهيئه لا تدخر جهدا في تنميه وزياده عمق السوق بضوابط جديده تكون من هدفها اللي هي حمايه صغار المستثمرين. احنا شفنا زياده احجام المارجن وزياده احجام الهامش اضرت بكثير بالسوق وايضا المستثمرين بشكل كبير جدا. نعم. الاستاذ محمد كمال خبير اسواق المال، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. ومشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم من داخل مقر البورصه المصريه تفاصيل جلسه التداول اليوم، وايضا نظره تحليليه على اداء المؤشرات والثبات النسبي للمؤشرات على امل ان تعود المؤشرات مره اخرى الى المنطقه الخضراء خلال الفتره القادمه. في النهايه بنشكر حضراتكم على طيب المتابعه، وعوده اليك احمد مره اخرى. شكرا لك مينا بشرى زميلي العزيز، والشكر موصول ايضا للاستاذ محمد كمال خبير الاوراق الماليه. للاسف خلصت ربع ساعه اقتصاد بسرعه، لكن ربع ساعه متواصله معاكم طول ايام الاسبوع من السبت للاربع في نفس الميعاد ده، لكن قبل ربع ساعه. الى اللقاء.